ما حكم صلاة من يضع يديه تحت الصدر كالرافضة والإباضية، وما حكم صلاتهم؟ قبض اليدين على الصدر هذا سنة، ومن تركه فصلاته صحيحة لأنه تارك لسنة ولم يترك واجبا، صلاته صحيحة. إذا كان ما عنده إلا إرسال اليدين فصلاته صحيحة، أما إذا كان عنده مبطلات أخرى فهذا الله أعلم به، ما ندري عنه. نعم.